النهارده بنحتفل باسر الشهداء والمصابين، واحنا النهارده بنقول كل التحيه والتقدير لكل شهيد او مصاب، وبنحتفل بيه النهارده. واسمحولنا نرحب ترحيب خاص بكل الساده الحضور وعلى راسهم طبعا طبعا اسر الشهداء والمصابين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، من أرض مصر خائن أو غادر أو قاتل.